بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر، وصرف بحكمته وقدر، وابتعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى البدو والحضر. أحمده ما قطع نهار بسير وليل بسرى، وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عجما وعربا، المبعوث في أم القرى صلوات الله عليه وسلامه، ما تحركت الألسن والشفا. صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمدا. أيها الإخوة الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل المولى جل وعلا الذي جمعنا في هذه الدار على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة في دار مقامته وجنته مع خير رسله والمصطفين الأخيار. أيها الإخوة الأحباب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فما غير الله تبارك وتعالى هذه الأرض بقدوم محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن بذل النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة من تربية وتهذيب لهذه النفوس وهذه القلوب، فغير النبي صلى الله عليه وسلم بإذن ربه تبارك وتعالى هؤلاء الصحب الكرام، فتغيرت على أيديهم هذه الأرض، فكان التغيير إلى الأفضل والأحسن. وبعد ذلك، بعد أن تطاول الزمن شيئا ما، إذا الناس يتناسون شيئا فشيئا ويغيرون ما بأنفسهم، ولكن للأسوأ وللأسف. فما حدث في بغداد في عهد التتار وسقوط هذه المدينة كعبة العلماء، ما سقطت إلا بعد أن غير الناس ما بأنفسهم. ولما قدم صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه، نصره الله تبارك وتعالى بعد أن غير ما بأنفس الناس، وأزال هؤلاء الفاطميين المجرمين الروافض الخوابث، هؤلاء الذين كانوا يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنصر قادم بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن إن غير الناس ما بأنفسهم، غير الله تبارك وتعالى ما بهم وغير أحوالهم. نسأل الله عز وجل أن يغير حالنا إلى أحسن الأحوال. والآن مع تهنئة للشيخ الفاضل الشيخ محمد قطب القصاص، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحظ كويس، هقول كلمة وهعمل مسابقة، هكذا قدمت. وطبعا الكلمات ما شاء الله، كلمات الشيوخ أفادتنا كثيرا في جميع المجالات، من تاريخ إلى رقائق، إلى جنة وآخرة، إلى رمضان، إلى يمينا ويسارا. لكني أريد أن أقول في مجال الكلمة، أنبه على خطورة الكلمة. فنحن اليوم في مناسبة تعقد بكلمة، الزواج بكلمة، الطلاق بكلمة، الإسلام بكلمة، الكفر بكلمة، بل إنك قد تتكلم بكلمة وأنت صادق وتأخذ عليها وزر. ما هذه الكلمة؟ دخلنا في المسابقة، معنا جوائز، قرآن كريم، أشرطة قرآن كريم بصوت الشيخ وليد علي محمد النائحي، سيديهات للكمبيوتر، عندنا كتاب الفرية الكبرى في الشيعة للشيخ علي السلوس، ثلاث أنواع من الجوائز. ها، ما هي الكلمة التي تكون فيها صادقا وقد تأخذ عليها وزر؟ الغيب، أحسنت، تعال خذ لك جايزة. طيب، وكلمة قد تكون قد تكذب فيها وتأخذ عليها أجر؟ ما شاء الله، تكذب فيها وتأخذ أجر. عاوزين واحد كده شكله شيخ أحمد، نقلنا واحد الله يكرمك شيخ أحمد، واحد يكون بيتغير لحية. تفضل نقل اللي انت عايزه يا شيخ، نقلنا واحد يجاوب على السؤال بتاع ال ايوه. تفضل.
الصلح. الصلح اتفضل يا شيخ. طيب في باب الزواج بنتذكر دايما بعض القصص او وظيفة الشيطان، ومن اعظم وظائفه التحريش بين الناس. فالشيطان معروف دوره في هذه الحياة تأجيج الصراعات، إثارة الفتن، مشاكل، سواء كانت مشاكل بين الزوج وزوجته، جار وجاره، أصحاب في العمل، سواق مع سواق، سواق مع راكب، إلى آخر هذه المشاكل. ستبقى هذه الحياة فيها من المشاكل والمنغصات، ولكن أين نحن من قضية أن أنت تخرج من برا المشكلة، لتكون يعني عامل حل أو لتقضي على هذه المشكلة بفن. في هذه قصة أن زوج وزوجته، الزوج شكله كده كان بيتلكك للزوجة، عاوز يتجوز واحدة ثانية، هي مش عاجباه، أي مستني أي فرصة يريد أن يطلقها. فمجرد ما الزوجة أخذت تمرة وحطتها في بقها فقال لها لو أكلتيها تبقى طالق، لو بلعتيها تبقى طالق، لو رميتيها تبقى طالق. والزوجة عاوزة تعيش. الزوجة كانت فعلا من النوع اللي احنا ممكن نصفه بإيه؟ عنده فن حل المشاكل. فما هو الحل لهذه الزوجة؟ تعال انت، ها؟ تخليها في حنكها لغاية امتى؟ تدالي يقول هي حطتها في بقها. اخوانا الملتحين يصبروا شوي، ها؟ حطتها في بقها فقال لها لو اكلتيها تبقى طالق، لو رميتيها تبقى طالق، لو بلعتيها تبقى طالق. عاوزين واحد شكله كده يعني نقلنا شيخ احمد، نقلنا شيخ احمد، ماشي. اه هتاكل نصها وتسيب نصها. اتفضل يا شيخ، جزاك الله خير. من المعاني الجميلة اللي، وخليني بقى ايه اعمل كده ترجيع للكلمات اللي استمعنا اليها. الشيخ احمد فريد وهو بيتكلم كان بيتكلم عن الآية ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. والعجب كما قال الشيخ يعني ان ربنا يعطيك ويشتري منك. وانا الحقيقة ليا تعبير اقول ايه، بقول سلم نفسك. شفتوا المجرم، شفت المتهم لما بيسلم نفسه للشرطة ويرفع ايده والشرطية يقول له ايه، انبطح ارفع ايدك، ويقيده بالايه، بالسلاسل في رجله وايده. ليه؟ ليحكم السيطرة عليه. عاوزين نقول ان المعنى ده وان كان غصب عن المجرم او المتهم او هو حتى بريء، المهم ان هو في هذا الوضع، هذا الوضع هو الاستسلام، الانقياد، هو ده معنى الاسلام. سلم نفسك. السؤال الاصول يعني ان احنا من اهل السنة وبنقول بعض الاذكار قبل النوم، وهناك كلمات قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلهن اخر ما تقول، وكأن فيها ايضا ايه، سلم نفسك، فيها هذا المعنى، اعلان الاستسلام والانقياد لله. اللي يقول الذكر كامل، الشيخ احمد فريد، الشيخ احمد فريد ها، اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك والجهت ظهري اليك وفوضت امري اليك رغبه ورهبه اليك، لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك. امنت بكتابك الذي انزلت
ونبيك الذي أرسلت. استسلام انقياد. طيب بمناسبة برضو كلام الشيخ عبد المنعم في قضايا رمضان، مين يقول لنا كده 1 2 3 4 5 من أهم الثمرات أو الدروس اللي ينبغي أن نخرج بها من رمضان وأن تظل كما قال أن تظل معنا، 1 2 3 4 5 كلمات من الفوائد أو الدروس. يلا. الصبر، التقوى، الصدقة. دي مش صبر يعني، دي أعمال. احنا عاوزين ماشي. يلا تعالى، جزاك الله خير. طيب اخواننا احنا دايما بنقرا وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، واحنا دايما بنعرف الجميل لبعض. يعني حتى دائما لو انسان عمل لي ايه لا انساه واقول ده انا مدين له طول عمري، وهذا الامر نحن نقصر فيه كثيرا مع الله، مع ان نعم الله عز وجل علينا كما في الآية لا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنا يعني من العجائب إن لما تشوف الصوبع ده مثلا وتشوف مثلا حركته مع الهاتف وتبص إن أنت أحيانا يعني كثيرا لو انتبهت بقى ودققت في نعم الله عز وجل تجد أنك أرقام التليفون بتضربها بهذا الصوبع، الرسالة بتكتبها كأن هذا الصبع ما خلق إلا ليكون هذه الأداة التي تتعامل. طبعا خلي قضية اللمس في الحاجات اللي هي الحديثة، لكن بخلينا بس عشان أقول إيه سبحان الله على هذا الأصبع، وفيه من الفوائد الكثيرة. فكلما يعني تتفكر في نعم الله عز وجل، أنا مما قرأته من أخبار إن بنت في بريطانيا بيلموا لها مش عارف مئات ولا الاف من الجنيهات الاسترلينيه. لماذا؟ لتعمل عمليه فين؟ في الوجه. فين؟ في اعصاب الوجه. ليه؟ لانها لا تستطيع ان تعبر عن فرحها او حزنها بقسمات الوجه. يعني انت دلوقتي لما بنشوف بعض بنعرف فرحان، حزين، راضي، غضبان، وقد يعني نذهب إلى أبعد من ذلك في رؤية الملامح ومعرفة ما يريده الإنسان من خلال الملامح. فتخيل هذه نعمة أيضا. السؤال اللي يقول لنا نعمة عليه من الله عز وجل نعمة خاصة، بس خلي بقى النعمة المشهورة يعني هنقوله إيه اليدين وسائر الجوارح والأعضاء وإلى آخره كله مشهور. عاوزين واحد كده يعرفنا بنعمة الله عز وجل عليه في نعمة خاصة قد تكون فيها من الغرابة أو الدافع للشكر. تفضل. أحسنت، ما أستطيع أن أنا أردك والله. تفضل. حد عنده؟ طبعا نعمة الإسلام أعظم نعمة كما جاء في كلمة من؟ ها طب يعني هذا الكلام جاء في الكلمات. لا 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 عشان احنا مش عاوزين الكلام ينسي بعضه بعضا، انا بحاول برضه ايه نذكر ببعض الكلمات اللي ذكر. من الذي قال عن الدين وانه ها؟ لا لا انا بقول على الشيوخ اللي جالسين هنا اخوانا. جاء في الكلمات الكلام عن نعمة الدين وانه يضحى من اجلها. انا هقول بقى الكلام عشان كده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دعاء الوالدين ان شاء الله. انا كنت قعدت 3 سنين من غير اولاد، والدكتور قال ان الحاله بتاعت الزوجه مستحيل الانجاب، والام ان شاء الله سافرت السعوديه بتعمل عمره، فرأيتها كانه يعني زي رؤيه بيني وبينها ان هي بتطوف الكعبه وبتدعو لي وللزوجه، وان شاء الله اول ما جت بتحكي لي القصه وانا كاني شايفها، وسبحانك يا رب ان الزوجه تنجب بعد هذا الشهر مباشره ان شاء الله. ربنا يكرم. اتفضل. يعني فعلا الوالدين وما ادراك ما الوالدين، وطبعا بهذه المناسبه الزواج لا يتلهى الزوج بزوجته عن والديه وبالخاصه عن امه. ومما يحكى في هذا ايضا من القصص الوالدين المعروفه في شخص وهو اصبح الان من الدعاة، لعل حد من المتابعين للقنوات الفضائيه بيعرفه، اللي هو اسمه عبد الله
بانعمة. هذا الإنسان الآن مشلول شلل كامل، ولا يتحرك فيه إلا العينان واللسان، ويتكلم كأحسن الدعاء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويحكي قصته. وأرجو أن تعودوا لقصته، فيها من العبر الكثيرة، وأيضا تتعلق بأنه كان يشرب دخان. فسأله الوالد: هل تدخن؟ فقال: لا. قال له: إن كنت كاذب فالله يكسر رقبتك. وهذا أيضا لعل نسمع يعني الشيخ أحمد برضو يعلق لنا على هذا الموقف حتى نستفيد. فما كان منه بعد هذا الدعاء إلا أن غطس غطسا في حمام السباحة فانكسرت رقبته بطريقة أو بأخرى، قصة طويلة، وصار كما ترون الآن، ولكن تاب ونسأل الله أن يتقبل توبته. أصبح الآن من الدعاء. ما رأيك شيخ أحمد في الدعاء الوالدين على أولادهم بمثل هذا الدعاء اللي هو الهلاك الدمار الضياع؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية بنشكر أخونا الحبيب الشيخ محمد خصاص، وطبعا هو وجه جديد بالنسبة للإخوة لأنه بقاله عمر في قطر، والداعية مبارك حيثما كان، فهو بركة على قطر وأيضا بركة علينا إذا عاد في الأجازة، صلى الله تعالى أن يجزيه خيرا. بالنسبة للوالدين أنا أتكلم كلمة برضو قليلة مش كثيرة في بر الوالدين. في الحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر وقال أمين، وصعد الثانية وقال أمين، والثالثة وقال أمين، فلما سئل يعني قال في الأولى أن جبريل قال له: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، قل أمين. قال: فقلت أمين. فقال في الثانية: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، رغم أنف رجل أدرك أبويه عنده الكبر أو أحدهما فلم يدخله الجنة، قل أمين. قال: فقلت أمين. والثالثة: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل أمين. فقلت أمين صلى الله عليه وآله وسلم. فده بيدل على أن مثلا رمضان يعني فرصة للمغفرة، فمع كثرة أسباب المغفرة اللي قصر وخرج من رمضان ولم يغفر له، فدعاء عليه بالذل وإلصاق الأنف بالرغام اللي هو التراب. والثاني اللي عنده أحد أبويه وقد بلغ الكبر، فهذه فرصة للجنة، لأن من أوسع أبواب الجنة بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بعض الناس بيظن أن لو أبوه مثلا مدخن أو أبوه مثلا حريق أو أمه مثلا متبرجة أن هو بيسقط عنه البر، يعني هذه معصية هو يحاسب عليها، ولكن أنت واجب عليك البر حتى لو كان كافرين فهناك يعني بر، وصاحبهما في الدنيا معروف. لو كافر ومحتاج لعلاج أو نفقة فيجب عليك يعني أن تسأل عنه وأن تنفق عليه. فهذه من جهة البر، فالبر طبعا من أعظم أبواب الجنة. بالنسبة لمناسبة كلام الشيخ محمد القصاص أن قصة الشاب اللي أبوه دعا عليه، فأنا بنتهزها فرصة بقول أن الوالدين ما يدعوش على الأولاد أيضا، لأن حتى يعني أكيد أبوه تحصر لما لقى ابنه اتكسرت رقبته فعلا هو دعا عليه، حتى لو كان يعني كان مدخن، ولكن مش الإصلاح بكده، يقول له ربنا يهديك ربنا يصلحك. ففي نهي أن يدعو الأب أو الأم على الولد، لأن دعاء الأب والأم على الولد مستجاب. كان دايما والدي يقول لنا الله يرحمه، يعني كان يقول لنا أن ربنا وصى الأبناء يعني على الأباء وما وصاش الأباء على الأبناء. ليه؟ لأن في غريزة وفي فطرة للأب يحن على ولده ويقدمه على نفسه، ولكن الابن اللي محتاج الى ايه؟ الى وصيه. فاحنا بنوصي ايضا الاباء والامهات ان هم ما يدعوش على ابنائهم، لان الدعاء مستجاب، وبدل لما يتغاظ او يدعي له يقول له ربنا يهديك ربنا يصلحك. ولعله يعني كثير من اولاد الاخوه خصوصا انهم بيبعدوا ويرجعوا مره ثانيه، فاكتفي بهذا القدر حتى لا اطيل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير يا شيخ احمد، وهنحتاجك مره اخرى في اخر سؤال ان شاء الله، وهو اعلان المسلم 7 مرات يوميا صباحا، عشان اقرب السؤال، صباحا ومساء وبعد كل اذان، يبقى يصيروا ايه كم مره؟ 7 مرات في اليوم، بيعلن رضاه عن ها مين يعرف؟ واخر جائزه ها، والشيخ احمد بقى بعد الاجابه يعلمنا او يعرفنا او يعلق على معنى الرضا في هذا الذكر. الشيخ احمد اختار لنا. الشيخ احمد: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. جزاك الله خيرا، تفضل الشيخ احمد بقى يدينا تعليق كده موجز عن معنى هذا الإعلان للرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. طبعا الرضا بالله ربا، الأذكار ما تكونش كلمات يعني تقال على اللسان دون أن نفهم معناها أو نعمل بمقتضاها. فالرضا بالله ربا يرضى بتدبيره، يرضى بقضائه وقدره، يرضى بشرعه، يرضى بحكمه. ما يقولش هذا الكلام وبعدين يصاب ببلاء او يكون فقير او مريض تجده معترض على الله عز وجل. وبالاسلام دينا، انه يقبل شرائع الاسلام ويعتقد يعني ان الاسلام يعني هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشريه، ورضيت لكم الاسلام دينا. انه يكون يعتقد انه لا يصلح لان يحكم البشريه اليوم، او انه هو يعني كان في القرون السابقة، أما الآن فإحنا في عصر الذرة. فهذا خلاف يعني مقتضى الحديث، والرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، يرضى بسنته ويرضى بحكمه. فينبغي أن نفهم معنى الكلمات وأن نعمل بمقتضى. إن شاء الله أخوانا يجلسهم، يجلسوا صمتا شوية كده عشان نستمع بقى السيد المهندس أشرف ثابت، وإلا يخرجكم من القاعة يعني ولا إيه الحكاية؟ جزا الله الشيخ محمد قصاص خير الجزاء على هذه المسابقة الطيبة التي أدخل بها علينا بعض المرح والسرور، فجزاه الله خيرا. والآن مع خير الختام ومسك الختام مع مهندس أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب المنحل، ومن الذي حل هذا الشعب؟ الذي حل هذا المجلس قد حلهم الله تبارك وتعالى، حلهم الله عز وجل شر حل. وما ربك بظلام للعبيد، والله سبحانه وتعالى: لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فقد حل من حل مجلس الشعب، والله أدرى بما في كواليس حل هذا المجلس الذي تسلط على هذه البلاد هذه المدة السابقة. فمع كلمة شيخنا الفاضل مهندس أشرف ثابت فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إذا كان المقام مقام تهنئة ومباركة، فنهنئ العروسين وندعو لهما كما تعلمنا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير. وإذا كان المقام مقام وصية وتذكرة، فأوصي نفسي وإياكم بفريضة لله رب العالمين. تلك الفريضة ربما غفل عنها بعض الناس وقصر فيها البعض الآخر، فريضة رفع الله عز وجل شأنها وجعلها منزلة عظيمة في دين الله تبارك وتعالى، ألا وهي التوكل على الله عز وجل.
لعظم شأن التوكل قرنه الله سبحانه وتعالى بعبادته، فقال سبحانه وتعالى: فاعبده وتوكل عليه. وجعل الله عز وجل التوكل سببا من أسباب محبة الله عز وجل لعباده الذين يتوكلون عليه. إن الله يحب المتوكلين. وجعل الله عز وجل التوكل شرطا في حصول الإيمان. فعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتوكل عليه، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بين ربنا سبحانه وتعالى أن التوكل عليه عز وجل سبب من أسباب منعة الشيطان، فبين ربنا سبحانه وتعالى أن الشيطان ليس له قدرة ولا قوة ولا سلطان على عباد الله المتوكلين. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وجعل الله سبحانه وتعالى التوكل عليه سبب من أسباب النجاة من عذاب الله عز وجل، وسبب من أسباب النجاة من النار. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وبين الله سبحانه وتعالى أن التوكل عليه عز وجل سبب لبلوغ أعظم المنازل في جنات النعيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عباد الله الذين يتوكلون ويعتمدون على الله عز وجل وحده يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفئة الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والأنبياء والمرسلين هم أئمة المتوكلين، وهم القدوة للعالمين. في دعوتهم لأقوامهم ذكروا أنهم يتوكلون على الله عز وجل وحده لا شريك له. فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فعلى الله توكلت. قالها إبراهيم عليه السلام: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قالها هود عليه السلام لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قالها شعيب لقومه: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بين الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، مولاه، يؤيده الله عز وجل ويعينه الله تبارك وتعالى، ويحفظه الله سبحانه وتعالى بحفظه، ويرعاه الله عز وجل برعايته.
العبد الذي يتوكل على ربه سبحانه وتعالى يدبر له ربه. وإذا نظرنا في سير الأنبياء والمرسلين نرى ثمار هذا التوكل على الله تبارك وتعالى. فهذه أم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يأمرها الله عز وجل أن تلقي برضيعها بولدها في اليم في البحر، ويطمئنها الله عز وجل: لا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فتلقي به استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وتتوكل وتعتمد على ربها عز وجل، فيحفظه الله تبارك وتعالى ويجعله من أولي العزم من الرسل، ويرده الله عز وجل إلى أمه مرة أخرى ترضعه ويتربى في حجرها. وكذلك يوسف عليه السلام حينما ألقي في الظلمات، في ظلمة البحر وفي ظلمة الليل وفي ظلمة بطن الحوت، يعتمد على ربه: سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعتمد على الله عز وجل، يؤوب إلى ربه ويتوكل عليه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فينجيه الله تبارك وتعالى، فنبذ وهو سقيم في العراء، وما ضاع وهو مجردا في الخلاء. وهذا يعقوب عليه السلام، قالوا له أن يوسف أكله الذئب ثم فقد الولد الآخر وبيضت عيناه من الحزن، ولكنه قال: وأفوض أمري إلى الله. توكل على الله عز وجل واعتمد عليه، فاستجاب الله له ورد له يوسف عليه السلام وأخاه. وكذلك أصحاب موسى حينما نظروا وراءهم فوجدوا جيشا عظيما، ونظروا أمامهم فوجدوا بحرا عميقا، ففزعوا وخافوا وقالوا: يا موسى إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. توكل واعتمد على ربه سبحانه وتعالى، فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق وكان كل فرق كالطود العظيم، انشق البحر، وجعل الله عز وجل له في البحر طريقا يبسا، طمأنه الله عز وجل: لا تخاف دركا ولا تخشى. فأنجاه الله سبحانه وتعالى ومن معه من المؤمنين، وأهلك الله فرعون ومن معه من الكافرين. وقال لعباده: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، ويترك هاجر وإسماعيل في أرض فقر لا حسيس فيها ولا جليس، لا زرع فيها ولا ضرع. تقول له هاجر: الله أمرك بهذا؟ فأجابها: أي نعم. قالت: إذن لا يضيعون الله. فجعل الله عز وجل إسماعيل رسولا نبيا مخلصا صادق الوعد، يأمر أهله بالصلاة ويصطبر عليها. وكان زمزم ثمرة من ثمار التوكل والاعتماد على الله تبارك وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم
حينما كان في الغار ومعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فيخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، ما بالك باثنين، الله ثالثهما، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. في سير الأنبياء والمرسلين الكثير والكثير من الدروس والعبر التي نتعلم منها التوكل. ومن أعظم هذه الدروس مريم حينما بشرتها الملائكة بولد، قالت: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغية. فأخبرت الملائكة مريم أن هذا أمر الله سبحانه وتعالى، فاستجابت لأمر الله عز وجل وسلمت أمرها لربها سبحانه وتعالى، وانتبذت حتى إذا جاءها المخاض وولدت عيسى عليه السلام انقطع المجال وضاق بها الحال وامتنعت من المقال حينما رآها القوم ومعها رضيع بين يديها. قالوا لها: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ فأنطقه الله سبحانه وتعالى، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. حفظ الله سبحانه وتعالى ورعاية الله عز وجل لمن يتوكل على الله عز وجل حق التوكل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه يرزق الدابة الضعيفة التي لا تستطيع أن تأتي بطعامها وبقوتها، يرزقها الله سبحانه وتعالى. وما وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. فالله سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ينبغي للعبد أن يأخذ بالأسباب ولا يتعلق بها، ولكن يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى الذي هو قادر، قادر سبحانه وتعالى ألا يجعل الأسباب أن تنتج آثارها، أو يجعل للأسباب من الموانع والصوارف التي تأتي بضد أحكامها، وقادر سبحانه وتعالى أن يجعل السبب الضعيف في نظر الناس سببا قويا يجلب تأتي على أثره المصلحة والمنفعة التي يريدها الله عز وجل. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التوكل والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. ونبارك للعروسين، بارك الله لكما وبارك عليكما،
وجمع بينكما على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كريم مهندس أشرف ثابت على هذه الكلمات الطيبات التي بين فيها أهمية التوكل على رب البرية سبحانه وتعالى. مشايخنا الفضلاء حازوا من الشرف الرفيع في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وبعضهم تقلد مناصب في هذه البلدة، وما تقلدهم هذه المناصب إلا ابتغاء الإحسان ورفع الحرج عن الناس. ولسان حالهم يقول: وهاتف الكل أن الله غايتنا، فنحن لا نبتغي جاها ولا سلطانا، وإنما نبتغي للناس قاطبة خيرا ومنفعة وإحسانا. نسأل الله عز وجل أن يعلي قدرهم في الدنيا وأن يدخلهم الجنة في الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، نختم حفلنا بمباركة لعروسنا. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير، وطبتم وطاب ممشاكم أيها الإخوة الحضور، وجزاكم الله خيرا على تلبية دعوة إخوانكم. نسأل الله عز وجل أن يجعل على هذه الليلة خير ليالي العروس، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وتسليماته. أما بعد، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فالحمد لله أولا وآخرا، وجزى الله هذه الدعوة المباركة التي من خلالها تعلمنا وتربينا، وجزى الله خيرا مشايخها الذين قاموا على حراسة ثوابتها، ومن ثم أخرجت هذه الأجيال التي نراها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل أبناء الصحوة والدعوة السلفية في ميزان حسناتهم يوم يلقونهم. وأشكر وأقول جزا الله خيرا كل من شارك في هذا الفرح. والحقيقة نحن نفرح بفضل الله أولا، ثم باجتماع إخواننا الذين نحسبهم صالحين ونحسبهم لدين الله عز وجل عاملين ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناشرين. فهذا فضل الله ورحمته، الإسلام والقرآن، الإسلام وسنة نبينا محمد العدنان صلى الله عليه وسلم. فجزى الله خيرا كل من شرفني، وجزى الله خيرا كل من ساهم بجهد أو يعني كلمة أو في سعي أو بأي شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا وعلى المسلمين نعمته، وأن يجعل هذا التحول المصري بداية لتحول وميل إلى العمل للكتاب والسنة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون سعة وانتشارا في الدعوة إلى الله عز وجل، وعودا حميدا إلى دين الله سبحانه وتعالى. نحن في غاية الفرح والسرور بما تشهده الساحة المصرية من تحول، ونسأل الله سبحانه وتعالى تمام عافيتها وتمام يعني تحولها إلى ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. وفي هذه المناسبة كذلك لا يسعني إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يدفع عنا شر الأشرار وكيد الفجار بالليل والنهار، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يجعلهم يدا واحدة على عدوه وعدوه سبحانه وتعالى. فداك أهلي، فداك مالي، فداك نفسي، فداك روحي، فداك أهلي، فداك